بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن أحوالكم. راح ندير لكم في فيديو اليوم لو باترون نتاع الشوميزي اللي سبق وعقبتو فيديو، يعني درت به فيديو، درت به لايف ونعت لكم الموديل. كنت بلوتو الشوميزي اللي درت كان مفصل على الموديل. البنات قالوا لي ما عندناش موديل، كيفاش نخدموا لي ميزور؟ هنا خلينا نعطيكم واحد الكروكي او ان باترون على الورق. الورق هذا راهو هضرت لكم عليه شحال من خطره، يتباع عند بائع الحلويات، يتباع بالكيلو، نورمالمون هذو الناس كامل يعرفوه. راح نخدموا ربع المقاس. هنا راح نخدم الجهه الاماميه والجهه الخلفيه، يعني راني عندي الربع تاع الامام والربع تاع الخلف. يعني كيفاش طبقت دوك انا هنا باش ما نتودروش البنات، انا راح ندير ربع المقاس تاع الظهر وتاع الامام، لكن دوك راح نشرح لكم كيفاش قلقتني هاد لافيست، كيفاش راح نطبقوا القماش. القماش لما شريت لما بلتو هضرت لكم في الفيديو السابق انه انا خدمت بمتر وربع، لكن جيت محصوره بزاف، يعني ما كانش عندي دغوا اليغور، يعني فو با نغلط خلاص. نتوما البنات مبتدئات من الاحسن تشريو متر ونص، ومتر ونص تكون يعني تخدموا بالاريحيه. اللي قالت لك شحال تلبس لا تاي حتى الواش نقدروا نخدموا، لا فاصون اللي شريت بها انا القماش وطبقته بها تلبس حتى ال 48 وراهي عريضه، يعني القماش هذا راهو فيه يعني سوفيزامون باش تخدموا على ربعه. حاول نجمل افكاري. القماش قلنا تشري متر ونص، تجيبي لا ليزيغ على لا ليزيغ تحطيهم على بعضاهم وتزيدي تطبقي اون دوزيام فوا، رجع عندنا اربع طبقات هكا باش تفصلي، هكا باش تفصلي القماش نتاعك. هذه الطريقه، يعني طريقه الطي. هذه الزايده اللي هي تقع تاع الامام، يعني الفتحه تاع الامام، نطبقوا نصها ونص يقعد، لانه نحطوا الازرار، يعني يجوا مكروازيين بالازرار. هذا فيما يخص التطبيق نتاع القماش. لما تحطوا لي ميزور نتاعكم الجهه المتبقيه طبعا اللي هي نديو منها لي مونش والكول والجياب. انا هنا راح نعملوا المقاس او الباترون على الورق، نخلف قيمه، راح نعطيكم مقاس ال 46، يعني حنحط القماش كامل ما راحش نحي منه. واش نحتاجه في المقاس اللي هو دورة العنق وطول الذراعين، الكتاف ما نفصلوهمش، العرض نديوه كيما هو، فقط نزيدو نحطو عرض الذراعين. الذراعين شحال ديت آخر مرة؟ ديت 25. أنا نعطيكم بفمي لي ميزور، لكن ما حاش نحطهم حقيقة هنا لأنه هنا عندي الورقة صغيرة. تأكدوا البنات أنه يعني التعديلات نديروهم على الاخر، نجيو نحطوا القياس على الجهه الخلفيه، نحط الرقبه نهبط بسنتيم فقط، والعرض نتاع الرقبه هو 8 سنتيم. نتاكد انه راني لا لامب ما خلاتنيش نشوف البورتابل مليح. عندي 8 سنتيم ربع الاول بيتو، هنا الرقبه راهو نصف المقاس، ونهبط بسنتيم فقط. لانكلينيزون تاع الكتف او ميلان الكتف نهبط ب 2 سنتيم، ونربط نهبط من ميلان ل 2 سنتيم، ميلان الكتف نديرو 25 سنتيم. انا نحطها هنا ا بوبري، عندنا هنا 25 سنتيم، 25 هنا قلنا لانكلينيزون تاع 2 سنتيم، وهنا 8 الرقبه. نجي نخدم واحد الدخله صغيره سنتيم مثلا باش نحدد الذراع، ونخرج تمتم بالصفر، يعني نرجع لعرض القماش ما ندي منه والو. هذه هي، هذا واش نسحقه في الظهر. لما نحي الظهر نشوف باك لو وين حطيت المقص، فوالا نحيو الظهر ونرجعو للامام. فوالا جبت المقص. طول الشوميز الطول المليح هو 85 سنتيم، يعني لما تحطي 85 سنتيم يروح لك سنتيم هنا في الكتف، ويزيد يروح لك انا ندير الكفة ندير فيها 2 سنتيم، وتقعد لك واحد 83 حتى 82 مليحة. اما اللي يحبها اطول عليها كيك طبعا راح نزيدو في القماش. قلنا نحط الطول 85 تاع بنتي درتها لها 80،
بنتي ماهيش طويله بزاف، ما معقوله. مثلا هذا هو القطعه اللي نخليوها انا ندير لكم في ان كروكي حقيقي، يعني لو القماش راهو بالطريقه هذه، نحيو القطعه اللي نديو منها لا مونش، نحطوها على جانب ونرجعوا نفصلوا الرقبه. يقولنا هبطنا ب سنتيم ودرناها ب 8، عرض الرقبه 8 على نص، هبطنا انكلينيزون تاع 2 سنتيم. نجيو نديرو دخله تاع الطابق، هاي كيف كيف كيما القدام كيما اللورا، انا سبق حليت، فقط نديرو هذيك العلامه هنا تاع الدخله تحت الدراع ونرجع نخرج صفر. تاع الخلف كملنا منه، معنا ما نزيدو فيه، نحطوها على جنب. تاع الامام نجيو نديرو تعديل، تعديل في الرقبه، الرقبه نهبطو 8 9، نخليوها في 8، مش فيتش شحال هبطت تعبتي، باسكو انا درت على القيس ودي فوا سي عيني ميزاني، لكن في الفرنسيس من الاحسن الشريط المتري. نهبط 8 وهي طبعا نفس القياسات، اللي شافتها 8 شويه طالعه او هي بصحتها، يعني جاتها مخنوقه، جاتها الكول طالع، واش دير؟ تجي تهبط بسنتيم خلاف وتزيد الدور، لكن 8 ما تمسهاش، يعني هنا العرض نتاع الرقبه ما تمسوش. طبعا هنا الحاشيه راهي تروح 2 سنتيم كفه، الكفه تاعها تاع القدام لداخل اللي نحطوا فيها القفايل، وتقوب الازرار، وتقوب الازرار هذه تاع 2 سنتيم نحط دو كوتي ما نمسوهاش، وفضينا. هذا واش نحتاجه في القامه. نجيو للقطعه المتبقيه، نديو منها لي مونش نطبقوا. طبعا احنا قلنا باللي ميزور نكونوا هزينا شحال نسحقوا بالشريط المتري من الهبطه، اللي نشوفوا الهبطه هذه وين توصل، وندي لا مونش نتاعي. الاخوات تاني ممكن تقيسوا من منتصف الرقبه وتجيبوا تهبطوا حتى للدراع، يعني نقيسوا لي بول مونش، يعني نجيو من نص الكتف، من نص نصف الظهر ورا الرقبه، ونقيسوا بالمتر حتى للذراع. من بعد نجيو نحطوها مع شوميزي لي بول مونش، نديوها هاهي هنا، يعني نزيد باش نلقى الحساب هنا عندي 12، ونروح نشوف شحال نزيد لامونش او شحال نحتاج الزياده نتاع لامونش نتاعي، هي نفسها اللي نديها من القطعه هذه. نحي لامونش بلوتو لي مونش يكونوا على زوز هكا، انا نفصل كفي واحده باش تبان كبيره. الحاشيه نجيو نقصوا منها شويه، وهذه كانت واضحه يعني في الفيديو راهي واضحه، ان نقص شويه من الحاشيه باش ندير لو بواني، لو بواني تاع الشوميزي، وهنا راهي تركب، تركب هنا عادي، يعني ما نحتاجو لا كسرات لا طيات، يعني نركبوها عادي. هنا فقط مع البواني، البواني يكونوا حكمنا بالشريط المتري شحال الفتحه نحتاجو على القيس تاع لا بيرسون. لما نجيو نحطو البواني راني درتو في الفيديو باين، نديرو الكسرات فقط. تبقى لنا القطعه هذه المتبقيه، هي اللي نديو منها الكول بهذه الطريقه. الكول يكون على الدوره نتاع الرقبه، يعني كي تركبوا الكتاف تجيو بالشريط المتري تقيسوا بالشريط، لما تكون مخيطه فاده في القماش تقيسوا، بعد ما كفيتيو تقيسوا شحال عندكم منه وتروحوا الدورو ساير داير، هذاك القيس هو اللي تديوه هنا في الكول. الكول نطبق على النص، نحط القياس نتاعي شحال جاني، والمتبقي نقصو اون في فوالا. يجي بهذه الطريقه. ممكن القماش يكون واصل حتى هنا، انتم تقصوا شحال لقيتيه، اللي لقيتيه لداخل طبعا راكم تزيدوا منه من حق الخرجه نتاع الكول. القطعه المتبقيه قلنا يقعد هذا الشريط، نديو منه زوج جياب، وطبعا الا حبيتوا تخدموا القفايل المغلفين تقعد لكم قطعه صغيره تغلفوا بها، طبعا ثاني لما يعود القماش وتديو منهم لي بواني، يعني
نورمالمون الشرح هو واضح يعني، ما نسيت والو ما نسيت والو، هذا هو ما نحتاجوش قياسات كبيره ولا كثيره. هذا هو الفيديو، ان شاء الله ان شاء الله تكونوا تستفادوا. ما تنسوناش من صالح دعائكم، نقول لكم ما تنساوش تاني اللايك. يلا يوم جميل، يوم موفق، ومع السلامه.